أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها والسير وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقاها فكذبوا فعقروها فدمت عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Next up, I would like to call Mirzia Topiwala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها نفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذب الثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فأقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما شاء الله. Next up, I would like to call Mali Topiwala, and I'd also like to request the judges to write a sentence or two after every child on their evaluation sheets, and these evaluation sheets will be given back to the parents so you can see individually how your child is. النهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها فكذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها وقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما شاء الله. Next is Hadi Topiwala. الله صل على محمد وآل محمد. الله يرحمه ويرحمه. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها
وغرر من دسا فكذبوه فأعرم فدمدم عليهم بهم بذنبهم وصوى ولا يخاف عقباها صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما شاء الله. Thank you for that, Hadi. And next we have Zara Rizvi. Okay, Zara isn't here, so next you'll call up this name to the stage. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذب الثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فسواها فكذبوها فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم إذن فسواها فلا يخاف عقباها. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما شاء الله. Next, I would like to call up Husnain Elizadi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله آوة الله وسقياها
فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. اللهم صل على محمد وعلى محمد. Next up, Kazim Sayed. Kazim Bhai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها والنفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها إذ انبعث كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث شقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فقروه فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها وقد خاب لا يخاف عقباها واتقى الله العلي الذي اللهم صل على محمد وعلى محمد. Thank you, Qasim. And next we have Amin Al Hussein. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها إذ كذبت ثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فآغروه فدمدم عليهم ربهم إذ فسواها ولا يخاف عقباها. صلى الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. I want you guys to be very very quiet. Next we have Kinza Raza. الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها والنفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها قد نجس الموت في تغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العلي الذي اللهم صل على محمد وعلى محمد. ما شاء الله. These people, you know, the judges are trying to listen to everything. The sound, the fatha, the kasha, everything. So when you talk, you know, it can be hard for them. So please, we want pin drop silence. I'm just enough.
Okay. Next, we have Maryam Sayed. الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طهاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتغواها إن بعث أشقاها فقال لهم رسول الله لا قضى الله وسقياها فكذبوه فكروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فطواها ولا يخاف عقباها. اللهم صل على محمد وعلى محمد. Thank you, Amna. Now we have more Amna Sayed. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما سواها والنفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها اللهم صل على محمد وعلى محمد. Thank you, Amna. Okay, now I'd like to call Hussein Elazadi. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والسماء وما طحاها ونفس وما سواها فقد فألهمها فجورها وتقواها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم ولا يخاف عقباها صدق الله العلي العظيم اللهم
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Please move back a little. I think all of you can do the you know these any the recital being distracted. Can you just move back? All of you kids, just move back a little bit. Yes, behind this pillar, please. Everybody behind this pillar. All of you, please, and no talking. Just move back. Okay, next up I would like to call Asa Jaffrey, and just a quick note to everybody, we might end a little early. The next batch of kids starts at 6 o'clock, so if we end up with a little extra time, just relax, and it can give the judges a bit of an opportunity to write their comments. So okay. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوها فأخذوها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. Next up we have Ali Jaffrey. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا طلعها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فدمدم عليهم ربهم فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. اللهم صل على محمد وعلى محمد. And last but not least of the age 6 and under age group, I call up Ahmed Jishti. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا طلعها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فأقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسووا ولا يخاف عقباها. اللهم صل على محمد وعلى محمد. And if Zara Rizvi is back, she's here, she can recite. Okay, so that concludes our ages 6 and under recitation, and we have about 10 or 15 minutes to go until our next batch of Surat al-Fajr reciters, so just sit tight and it'll continue after. Muhammad wa ali Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.
Everybody, I think, is going to be able to do it.